bienvenue comme sur notre chaîne YouTube Les Délices de Fanida. Donc aujourd'hui j'ai comme une recette un peu particulière, un chez Maroufa Bzef, il y a la salade ta الفول والزيتون. الفول كما تعرفوا il est très riche en vitamines, c'est un antioxydant et les olives noires بلا ما نهضر لكم. Donc تبعوا معايا, on va passer à la recette. نسحقوا كمية تاع الفول اي 3 غوس داي. انا نحيت لهم هذيك لا راسين اللي تجي في الوسط, الي با بيان بور لا ديجيستيون. دونك فوالا, نحكموا قدره تاعنا, نديروا فيها حوالي 3 كويغ سوب تاع الزيت. فوالا, دونك من بعد انا نزيد عليهم الثوم تاعي, راني سكرفشتو. فوالا, شوية فلفل كحل وشوية قرصة من بانسي دو سال. فوالا, نخليهم يتقلاو ان بتي مومون. فوالا, من بعد نزيد لهم, نكب عليهم هذاك الفول, ممكن نكب ان كونتيتي. فوالا, هكذا صعبة. دونك نزيدو لهم بيان سور شويه ماء بس ما نغطيوهم شويه. نديرو الخطا ونخليوهم حتى يطيب الفول تاعنا ويولي طري. هكذا نورمالمون طاب الفول تاعنا, لازم تشوفوه يولي على هذا الشكل, شوي يبدا يتكمش كي تمسوه يكون طري. نزيدو له الزيتون, زيتون شلوه مليح باش ما يطلقش الكحوله. دونك نخلطو مليح, خلطو تري بيان الفول والزيتون, ومن بعد شوفو نغطيوها, نخليوها غير 2-3 مينوت ونطفيو لها النار. تنتكل سوا بارده ولا سخونه, لي دو سي تري بيان. هاكو تشوفو شحال ساهله هذه لا روسيت, كانت ديرها ما غران مير من زمان زمان. اذا عجبتكم ما تنساوش تدعيو لها بالخير, وابونيفو على نوتر شين اي بارطاجي سيت فيديو avec vos amis et vos proches, ولا بروشين فوا ان شاء الله.